أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك خيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر
البحر لتبتغوا من فضلي إنه كان بكم رحيما. صدق الله العظيم.